كشفت مصادر مسؤولة لجريدة الخبر تعيين متصرفين إداريين جدد من قبل مجلس مساهمات الدولة لمصانع التركيب التي توبع أصحابها على مستوى جهاز العدالة، وهذا بعد إنهاء مهام المتصرفين الحاليين الذين تم تعيينهم من طرف القضاء ودمج هذه المصانع في مجمع واحد يضم العديد من الفروع المتخصصة في تركيب السيارات والمركبات النفعية والشاحنات. وأكدت ذات المصادر أن المشروع سيسمح بدخول في أول مرحلة لتركيب المركبات من خلال الاعتماد على استيراد الهياكل والتجهيزات بالموازاة مع الاستفادة من الهياكل القاعدية وسلسلة التصنيع التي تتوفر عليها مصانع التركيب السابقة، على غرار مصنع كيا موتورز في باتنا ومصنع هيونداي في ولاية تيارتس ومصنع الذي يمثل العلامة الألمانية سوفاك في ولاية غليزان وكذا مصنع إيفال بالبويرة. إضافة إلى ذلك يشير نفس المصدر إلى أن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات النفعية جاهزا منذ 20 جويلية الماضي وينتظر نشره وصدوره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله، في وقت يبقى دفتر الشروط المتعلق بنشاط تركيب السيارات السياحية يراوج مكانه، على الرغم من أن تاريخ 31 أكتوبر المقبل هو آخر أجل للانتهاء من كل الجوانب التنظيمية للمجمع الجديد لتركيب السيارات للانطلاق بعدها في المرحلة العملية. سلام.